أنا هسه أشرح لكم على الآلة اللي عندي. زين، شوفينا. هاي الآلة اسمها الأباكس. زين هاي أكو ناس يتخيلونها حسابيا بعقلهم. زين أنا تخيلتها حسابيا بعقلي، ما حليت بهاي لأن هاي يكون شوية بيها أبطأ. زين فإحنا نمشي على النقاط، مثلا هاي هنا هاي النقطة، أو النقطة هنا هاي آحاد زين يمها العشرات. أنا حليت عندي معادلات آحاد وعندي معادلات عشرات، بس هو الحساب هنا مثلا إذا قال لكم 3 زائد 3 ما يصير. إذا هنا عندي أصدقاء، فالمعلمة علمتني همين على الأصدقاء إنه 3 زائد 3 بلس 5 ماينس 2 إيكوال 6. وهيجي انت تقدرين تحلين وتطلعين النتائج وتفوزين وتاخذين المراكز العاليه. زين ريماس، زميلاتك شجعوك من شافوك انه انت فزتي، شنو كانت رده فعلهم اللي وياك بالمدرسه؟ هم كلش فرحوا، وانا اتمنى لهم انه يشاركون بهاي المسابقة. انا مو بس انا ارفع اسم العراق، هم هم يرفعونه.